والطبقة. طبقنا اليوم عند بشرة من طنجة الحبيبة ديالي واختي. صباح الخير. صباح الخير الحبيبة ديالي والعزيزة ديالي والغزالة ديالي المنورة إذاعة الوطنية. الله يخليك اختي بشرة ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعات اللي دائما كتفرحونا بهاد الصويتات ديالكم اللي كنسمعوهم وكنفرحوا وكنشطوا وربي العالم يعني صدقتنا معاكم ويعني صراحة ديال الله سبحانه وتعالى الله يجعلها الخير بإذن الله يجعلها دائما إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. بشرة دائما عندك الجديد في الأطباق اليوم شنو تقترحي علينا كطبق راكي تسنوا بالحادقات كاملين؟ واحد المحنشة بالقمرون والخضرة. محنشة مع دبسة رمضان قرب. يعني كيجيو مزيونين كيجيو واخا تحتفظي بهم في الكونجيلاتور يعني مزيانين مزيان يعني تتعمريهم تقديهم وديرهم في الكونجيلاتور. كنعمرهم كنديرهم في الكونجيلاتور الا عندي شي حد على غسله كندهنهم غير بشويه الزيت الزبده والبيض وكنديرهم في الفران صافي. تبارك الله كنديرهم سخيخنين. تبارك كديرهم صغيورين اذا كديريهم فرديات يعني صغيورين. كنديرهم فرديين. الجهد ديال تقريبا الكف ديال اليد تقريبا ولا صغر؟ تقريبا هذاك هو حد الكف ديال اليد ولا حسب كيجيو فيهم داك ثلاثه د العبيضات ولا الجهد ديال الدوره ديال كاس العنبه تقريبا؟ تقريبا هكا كنتي جبتيه المضبوط. نعم نعم. واخا هكاك يمكن واش غيكونوا صغار شويه ولا لا انا كيعجبوني صغار ياك. هي المحنشه كل ما كبرت كتعطي المنظر وهو اختي بشرى اللي وكل راه ما تقدوش هذيك الصغيوره خصو ياكل ويزيد. هي الحلوه هي تاكلي وتزيدي ماشي تفرطك وحده وتبقاي تاكلي وتاكلي وتبدا تشبعي. ايوا ديرهم كبار يا لاله بشرى الله يرضي عليك. صافي لاله غنديرهم كبار. في المقادير شنو ناخذوا اختي بشرى؟ غناخذ واحد نص كيلو ديال الورقه بالسطيله. نص كيلو ورقه بالسطيله. ومن الاحسن ما الناس ما ياخذوش هذيك الورقه كبيره الا جبروا شي حد اللي كيصوب الورقه صغيره احسن. طيب هي وربعه ديال القمرون. ربعه قمرون منقي ومغسول. منقي مغسول. جوج البوارو. بوارو. بصيله مشلضه. بصله مشلضه. خزويا محكوكه في حكاكه بليضه. خزويا وحده. هذا وحيده غتكون يعني محكوكه. محكوكه في حكاكه بليضه. هي جوج ديال الفصوص ديال الثوم. جوج فصوص ثوم. تقريبا 150 غرام ديال الزبده. 150 غرام زبده. شويه ديال الكروم تقريبا داك بين 100 غرام 120 غرام. 100 غرام مريقه ناخذو منهم ونقردوهم كرومب. كيجي مزيان حتى هو. كيجي مزيون. وفلفله خضراء. فلفله خضراء حمراء وخضراء حمراء وصفراء. ياك صفراء صفراء انا خضراء ماشي مشكل. ايوا هادو كنقطعوهم قطع صغار. اذا الفلفلات كتقطع. كناخذ واحد تقريبا ربعه ديال الجبن المحكوك. ربعه جبن محكوك. جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع. جوج معالق كبار المعدنوس مقطع. شويه ديال الابزار والملحه. ابزار ملحه. وكناخذوا شي شويه ديال الفلفله حمراء غبره. فلفله تقريبا شي نص معلقه صغيره. تحميره الا بغينا نقولوا. تحميره. واللي بغى يدير شويه الحاره اختي بشرى ممكن. اللي بغى يدير الحار كيزيونين. انا على حساب ولادي ما كيبغوش الحار ما كنديروش. مزيان مزيان. هو الوليدات كلهم ما كيبغوش الحار. هذا ما كان. هذا هما المقادير. هذا هما المقادير. نعاودهم معك الله يرضي عليك اختي بشرى وينورك. عندنا في المقادير ديال المحنشه بالقمرون والخضره اللي غتعطيها لنا بشرى من طنجه. نص كيلو ورقه بسطيله. ربعه قمرون منقي ومغسول. جوج بورو بصله مشلضه. خيزويا وحده محكوكه. جوج فصوص ثوم. 150 غرام زبده. 100 غرام ديال الكرومب. فلفله فيها وحده خضراء حمراء وصفراء كتقطع لقطع صغيره. عندنا ربعه ديال الجبن محكوك. جوج معالق كبار معدنوس مقطع. ابزار ملح وفلفله حمراء غبره يعني التحمير. ايوا نمشيو للطريقه. الطريقه كناخذو كاسرونه باش نشحروا هاد المواد اللي عندنا.
شنو كتشحري؟ تقريبا من داك الزبده كناخذ 50 غرام ديال من داك الزبده جوج معالقات. واخا كنشحروا البصله هي الاولى. كنزيدوا عليها الثومه. كنزيدوا عليها داك الكروم والبوارو. كروم بوارو وخيزو يمكن. وخيزو والفلفلات. والفلفلة. هادو كنبقاو كنديهم نجيبهم نشحروهم مزيان. ومن بعد كنزيدوا عليه الزر والملحة. وعاد كنزيدوا القمرون هو الاخر. القمرون. كنسينوهم نشحر شوية. إذا القمرون هو الاخر. كنستوي بعضياتهم. وكنخليوه يبرد. من بعد كان بعدا كنضيفوا له شي شوية ديال الجبن المحكوك. يذوبوا هي سخونة. من بعد كنفرشوا الورقة كنقبطوا إناء ديال اللي غندخلوا للتقديم بحال دابا إناء مدور ولا. إييه. وكنحطوا الوريقة بحال دابا كنحطوا وحدة. وحدة على وحدة تقريبا كناخذوا النص ديال ذاك الوحدة كنديروا على الوحدة الأخرى. إييه. فهمتي عاود كنجيب وحده اخرى كنعملوا ثلاثه. اذا ثلاثه ديال الورقات وحده على وحده على وحده. ثلاثه ديال الورقات. كندهنوهم شويه بالزبده. ومن بعد كنحطوا الحشوه على الطول. فهمتينا اي على الطول. باش كتدوري. كنحطوها على على في الجنيب كنمشيو داك الجنيب كامل. يعني على حسب القياس اللي بغينا بغينا دائره كبيره كنديروا دائره كبيره. بغينا دائره صغيره كنديروا دائره صغيره. كنقبطو كنلويو. اي لوي ها هو. لوي لوي التالي الاخر باش كتسدي. كندهنو ديك الساعه كندهنو بالزبيده باش تلصق. ومن بعد كنبقاو ندوروها دائره. اييه بحال الحلزون. اييه كندوروها كندوروها حتى كتعطينا القياس اللي بغينا. اييه ومن بعد كندهنو هذاك الساعه كنسكتوهم في اللاطه. كندهنهم الزبيده وشويه البيض كنخلطوا الزبده بالبيض. البيض كتاخذي الصفر ديال البيض. الصفر ديال البيض كنطربوه هو الاول وعاد كنزيد عليه هذاك شويه ديال الزبده مذوبه. اييه وكندهن من الفوق. يعني الزبده كتجيب داك القرمشه. اييه والبيض كيحمر من الفوق. اييه كيعطي اللوين. اييه كيعطي اللوين. وكندخلهم من الفران. شحال كتعطيهم تقريبا في الفرن؟ ماشي بزاف ما كملناش ربع ساعه. ربع ساعه. فاش كيطيبوا مباشره كي كتخرجيهم كتكوني مجده الجبن المحكوك كترشيه من الفوق. وكتقدميهم بالصحه والراحه. ما عادش كيمشيو يقدروا يمشيو مع شي عصير اختي بوشرى يمشيو. عصير ولا شلاضه انا يعني كنعملوا مع واحد الشليضه ديال حتى هي ديال المصور واللوبيا. واخا تعطيها لينا تعطيها لينا كملي لينا كملي لينا الطبق اليوم. واخا الحبيبه ديالي. اذا هاد الشلاضه هادي شنو نسميوها شلاضه؟ هادي شلاضه بالخضر حتى هي بالخضر. واخا شنو شنو باش تقوميها؟ مكور. اذا المكور. شويه ديال اللوبيا. اللوبيا خضراء. شويه ديال الخيزو كيكون تا هو محكوك في حتة غليظه. خيزو محكوك. اييه شويه ديال الكروفيت كيكون مشحر ومنزلينه. ماشي حفينه ديال الكروفيت ماشي بزاف. ديك الحفينه اللي قلنا كنشيطوها مره ماشي. اييه شويه ديال الفرماج. شويه ديال الفرماج. خيار مقطع دوائر. الخيار. الخيار. اييه هادشي اللي عندنا. طيب. اييه وفي لاصوص. لاصوص. لاصوص عندنا واحد الياغورت طبيعي. كنزيدوا عليه شويه ديال الحامض تقريبا معلقه ولا جوج معلقات ديال الحامض. معلقه كبار حامض. طيب عصير حامض. وشي معلقه ديال زيت الزيتون. معلقه كبيره زيت الزيتون. وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. ملح يبصار. كنقبطوا الاناء ديال التقديم. من الاحسن يكون طويل هذاك ديال الحوته يعني دابا عندنا. دابا عندنا المحنشات غنديروها في الطبيصل هذاك عاوتاني نديرو شي طبيصل مزوق مزيون. اييه نقبطوا الخس. وكنحطوه في الجوانب. كنخلطو. داك المواد اللي عندنا بغينا نخلطوهم كنخلطوهم اجماع ما بغيناش كنحطو شويه ديال المكور هنا شويه ديال اللوبيا هنا شويه ديال الخيزو هنا. وشويه ديال الخيار ياك. وفاش كنجيو للوسط كنحطو داك الكروفي. بغينا نخلطو كلشي كنخلطوه وكنزيدو عليه حتى الفرماج مزيان. اييه
ومن بعد كنحطوا داك لاصوص كنديروها من الفوق ولا كنحطوها في زنيفه صغيورين. تبارك الله عليك. ولاصوص يعني حتى هي جديده متميزه يعني فيها ياغورت طبيعي وعصير الحامض وزيت الزيتون، يعني لاصوص هي يعني جديده في اليوم في الطبق وعصري يعني. شكرا لك بشرى، وشكرا على هذا المحين شاب بالخضره وبالقمرون وهاد الشلاضه اللي عطيتينا اليوم. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله فرصه لاحقه وطبق جديد باذن الله. وسلام يا الحار دائما للناس ديال طنجه والوليدات ديالك اختي بشرى واحد واحد، وشكرا لك.